سايبر وورلد او عالم الرقمي يلي صار بده بالفعل حمايه وقوانين خاصه فيه يلي عم يتطور بشكل كثير كبير يلي ممكن يكون بالفعل خطر على اولادنا علينا وقد ما في يكون كمان ايجابي ومفيد. منشان هيك بلشت نقابه المحامين تتحرك وكان في مؤتمر بنيسان الماضي عن السايبر سيكيورتي وهو منه الا بدايه لحتى تتاسس او تطلع قوانين جديده. رح نحكي عن هالموضوع اكثر مع دكتور منى الاشقر. صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا فيكي. حضرتك دكتوره بالقانون وعضو الهيئه الدائمه للامن السبراني اي سايبر سيكيورتي بالاتحاد الدولي للعلماء، رئيسه الجمعيه اللبنانيه لتكنولوجيا المعلومات ومؤسسه مركز مكافحه الجريمة السبرانية. الجريمة السبرانية ليه اسمها جريمة؟ وشو هن الجرائم يلي عم بتصير؟ لأنه اسمها جريمة لأنه هي أساساً عمل مخالف للقانون ولأنه تتوفر فيها عناصر الجريمة يلي نحن كلنا عادة تعودنا أن نشوفها بالقانون الجزائي. سبرانية لأنه تمارس على الإنترنت وبواسطة تقنيات المعلومات والاتصالات. شو عم بتكون نسبة في عندك مهاجمة الأنظمة المعلوماتية وسرقة البيانات. هاكينج. يعني منه اكزاكتلي هيك، هيدي سرقة بالضبط اللي عم بحكي عنها. يعني سرقة البيانات والمعلومات. في شيء اسمه أكيد الهاكينج يلي بيصير على المواقع الانترنت، في حتى اعتداءات بتشمل سرقة الأموال، يعني بتكون أهدافها أو جرائم أهدافها اقتصادية، في عندك أيضا اعتداء على سمعة الأشخاص، في عندك منع الوصول إلى موقع معين، وهذا شيء كتير مهم. إذا رح أخذ اكزامبل صغير عن الإعلام، تتذكري اللي صار خلال حرب تموز من خلال مهاجمة بعض وسائل الإعلام، وكانت عم بيصير تشويش ومنع على الوصول إلى مواقع معينة. دونك هيدا بما يختص بالإعلام. هلا بالنسبة للأطفال عندك جرائم كثيرة بتبلش من الترصد للأطفال وصولا للتغرير فيهم عبر الإنترنت وتوريطهم أحيانا بجرائم أو أفعال يعني لا تتناسب لا مع أعمارهم ولا مع أمن المجتمع اللي هن عايشين فيه. الجمعية اللبنانية اليوم للتكنولوجيا أو هالمركز أو هالقوانين الجديدة عم تفكروا أنه تحضروا لها ما كانت موجودة قبل، يعني شو اللي كان، شو اللي صار، شو اللي لازم يتغير، وشو اللي ما كان عم تقدروا تطالوه حاليا بالقوانين القديمة من جرائم؟ شوفي للحقيقة نحن ما عنا قوانين للجرائم السبرانية، ما عنا قوانين تنظم العمل حتى على الإنترنت، يعني تنظيم الإنترنت منه فقط الجريمة السبرانية، لأنه بالنهاية الجريمة السبرانية ليست أكثر من الجريمة تقليدية تمارس عبر الإنترنت أو جرائم مستجدة نسبة إلى عدم إمكانية ممارستها إلا عبر الإنترنت وضد ما هو مواقع وأنظمة. بس الأهم من هيك هو أنه ما عندك تنظيم للمعاملات حتى اليومية للمواطنين على الإنترنت. أنت في عندك مشروع بالدولة اللبنانية اسمه الحكومة الإلكترونية، عندك خدمات إلكترونية بتخديها على الإنترنت، بتشتري على الانترنت، بتتسلي على الانترنت، بتعملي كل شيء حتى رسميه صارت اكزاكتلي بتعملي كل شيء، وانما انت بذات الوقت ما عندك مرجع، يعني ما عندك نص قانوني لا بما يتعلق باثبات التصرف ولا باثبات التوقيع ولا بصحه العمل اللي عم نقوم فيه. والاخطر من هيدا كله انت ما عندك هيئه تحمي البيانات يلي انت عم بتطلعيها على الانترنت والحكومه عم بتطلعها واللي هي البيانات ذات الطابع الشخصي. والمؤتمر يلي انعمل بنقابه المحامين كان الهدف منه هو انه ندفع باتجاه انشاء هيئه وطنيه للمعلوماتيه والحريات. هيدي بتقولي لي الهيئه بون اللي عم يسمع هلا بيقول شو عم يحكونا، عم نحكي بشغله صحيح يمكن تبدو انه قانونيه وبدها قانون، بس عمليا هيدي هيئه تخص امن كل مواطن. صح. تخص كل واحد فينا، حريتنا،
عايشنا إذا بدك بهالفضاء السيبراني، وهيدي صارت موجودة بكل دول العالم اللي هي سبقتنا يعني بهالمجال. سبقتي لي سؤالي، نعرف أنه كمان هالموضوع هو جديد مش بس بلبنان إنما بكل أنحاء العالم. أي متى بلشت تطلع القوانين أو أي متى بلشت تطبق حتى القوانين؟ نحن وين بالنسبة لغير بلبنان؟ شوفي، إذا أخذنا القانون إذا بدك أوروبا بلشت من بدايات السبعينات. في كتير قوانين بلشت حول المعلوماتية وبشكل خاص المعلوماتية والحريات، لأنه قلب المعلومة، قلب الفضاء السيبراني أو إذا بدك والاقتصاد الرقمي وكله هو البيانات ذات الطابع الشخصي. أكيد في بيانات غيرها، في البيانات الاقتصادية، في البيانات المخابراتية، كل البيانات. بس إذا بدي أربط بموضوع مؤتمرنا، نحن عم نحكي عن ما يخص المواطن وما يخص أمن الدولة بشكل خاص، هي البيانات ذات الطابع الشخصي. ونحن يعني هذا المشروع عملناه بدعم من المنظمة الدولية الفرنكوفونية يلي هي بقلبها في شيء جزء الفرنكوفونية الرقمية. هيدا تقليك أنه ما ندعاي للمنظمة، ما نبي حاجة إلنا، بس تقليك أنه على المستوى الدولي في اهتمام كتير كبير بأنه يجب حماية البيانات ذات الطابع الشخصي كجزء من الأمن السيبراني. والسبب هو أنه ممكن بالمستقبل يصير عندك إعاقة على المستوى الاقتصادي، بمعنى أنه نحن عندنا شركات أكيد عندها تعامل مع الشركات الدولية والعالمية، وإنما هذه الشركات بلبنان ما في عندها قانون تلتزم به لحماية بيانات الأشخاص، بينما الدول تفرض حماية البيانات ذات الطابع الشخصي. فكيف بدهم يسمحوا لشركاتهم أن تتعامل مع الشركات اللبنانية ويحصلوا على بيانات الأفراد والمؤسسات؟ يعني تداعياتها أكبر من ما نحن من نتصور. أكيد أكيد منا عملية، يعني صح نحن العنوان هو تحت الحرية المعلوماتية والحريات، وإنما في عندك شيء أخطر من هيك، أنه في انعكاسات اقتصادية وفي عندك انعكاسات على الأمن القومي. إكزاكتومو. يعني أي حدا بيقدر أنه يوصل للبيانات ذات الطابع الشخصي ومعالجتها بطريقة معينة يمكن يستخدمها ضدك كمواطن عادي، ويمكن يستخدمها شخصيا ضد المسؤولين عنا. ويعني إذا بدك هيك اكزامبل كتير بسيط، شو رأيك بالبيانات يلي هي متوفرة بالمدارس يلي نحن عنا أكيد الشريحة يلي هي أكثر حساسية، وبالبيانات يلي هي متواجدة عند وزارة الصحة ما يتعلق بالمواطنين؟ قد ممكن تكون سرية مثلاً. يعني هون، وقد ممكن تنفضح فجأة على العلن من خلال الإنترنت. دكتور، هل بلشتوا بنص هالقوانين؟ أي متى رح بتنتهي؟ أي متى رح ببلش تطبيقها؟ وكمان هيك سؤال منفكر فيه دايما، هالقوانين الموجودة ما مش ممكن تطبق؟ رح أعطيك كمان مثال، إذا حكينا عن قدح وذم وصارت على الانترنت او صارت بالحياه، هذا القانون مش ذاته للاثنين؟ شوفي، هو معك حق مليون بالميه انه القوانين التقليديه يمكن تطبيقها على الانترنت بكل سهوله. وبالضبط المثل اللي اعطيتيه هو المثل الحي اللي نحن بنستعمله، يعني ما عم نشوفه اللي عم بيسب على العاده وعلى الانترنت بتصير اخطر. صحيح، الكل اللي بيشوفوها هنيك بتكون بلا لحظه وخلصت. ومن هيك هي ذاتها صح، يعني أنا معك، بس يمكن لازم بقانون جديد أنه نلحظ عقوبات مشددة أكثر. السبب هو بتعرفي أنه الانعكاسات أو الآثار التي تترك على الإنترنت دائمة، تختلف فعلا دائمة وتختلف جدا عن ما يمكن أنه يصيب على المستوى المادي. في جرائم أكيد، يعني أكيد القوانين التقليدية تطبق، وإنما في جرائم خاصة ما إلها، لأنه نحن في عنا، خليني بلش من هون قلك، في مبدأ بيقول لا جريمة دون نص. طيب، هل جريمة اختراق الأنظمة، جريمة إغلاق مواقع الإنترنت، جريمة سرقة البيانات، لأنه بيقولوا لك ما هي السرقة أنك تاخديها، أما عمليا هي ما اتخذ من بعد محلها. طيب، هودي الجرائم هي جرائم خاصة،
إذا ما في عندي نص عليها لا ما فيني إني أوكي يمكن للقاضي أن يجتهد وأن وإنما بدنا ننتبه بمجال الجريمة صعب جدا إنك توسعي بطريقة لتشمل جريمة غير منصوص عليها. صحيح. بس برجع بقلك نحن هلأ قدام البرلمان فهون يمكن من الأفضل أنه ينص قانون من أول وجديد. أكيد يعني مش بمعنى أنه والله نحن بدنا نشيل القانون الجزائي ونحط غيره لا وإنما زيادة ولكن بدنا نزيد تعديل. هلأ القانون يلي هو أو مشروع القانون يلي يناقش حاليا أمام مجلس النواب نحن مش معترضين عليه كتير عجبنا وبدنا أي شيء بس نحن اللي عم نحاول نعمله هو أنه نقول أنه هذا القانون للأسف الشديد استبعد إنشاء ما هو ضروري وأساسي. يعني قانون طالع يخبرني أنه هو قانون المعاملات الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية وفي نفس الوقت يتجاهل كلياً الهيئة الوطنية للحرية للمعلوماتية والحرية يلي هي معنية بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي. دكتور اليوم ريحتينا ونحن ناطرين أكيد هالقوانين أنه تنص وتبلش تطبق لأنه بالفعل يعني هيدا نوع من أمننا وسلامتنا صح ونكون يعني مرتاحين بحياتنا أكثر بظل الأشياء اللي عم نشوفها ونسمعها ونقراها بالأحرى صحيح. على الإنترنت البشعة كتير. بدي أشكر وجودك معنا دكتور منى الأشقر جابور حضرتك عضو الهيئة الدائمة للأمن السيبراني بالاتحاد الدولي للعلماء ومؤسسة مركز مكافحة الجريمة سبرانية بلبنان ورئيس الجمعية كمان بلبنان. أهلا وسهلا فيك شكرا لوجودك معنا. رح ناخد بريك قصير ومنروح لميكوفر لنبلش العمل مع ماري روز.